بسم الله الرحمن الرحيم. درس النهاردة Discrete Random Variable. Variable هو function متعرف على مجموعة السامبل سبيس، ومجموعة السامبل سبيس دي ال number of possible all possible outcome of any experiment. لو عندنا أي experiment ليها output أو النتائج بتاعتها، كل النتائج بتاعتها دي مجموعة اسمها sample space، بتعرف عليها الراندوم فاريبل. هو ده الراندوم فاريبل بتاعنا. الراندوم فاريبل ديسكريت راندوم فاريبل هو عبارة عن أرقام انتجر. زي ايه؟ زي مثلا احنا بنقول النمبر اوف فاميلي، النمبر اوف كاستمر، يعني لازم يكون انتجر ولازم يكون فاينايت نمبر او فيكسد نمبر. بيعرف بيه، بندي كابيتال لتر للراندوم فاريبل عامة، والفاليو لكل راندوم فاريبل x1 x2 x3 and so on دي سمول. اربع حاجات لازم نعرفهم مهمين عن الراندوم فاريبل. اول حاجه البروبابيليتي ماس فانكشن. لو احنا عندنا راندوم فاريبل اكس ليه قيم x1 x2 x3، البروبابيليتي للراندوم فاريبل لما بيساوي كل قيمه، هو دي تعريف البروبابيليتي ماس فانكشن، هي probability احتمال راندوم فاريبل عند هذه القيمه. لابد انها تحقق شرطين، ان لازم يكون كل probability mass function لكل قيمة لازم تكون أكبر من أو بتساوي صفر، ولازم مجموع كل ال probability mass function لكل قيم ال value لل random variable لازم تكون بتساوي واحد. زي مثلا ندي مثال، احنا عندنا ثلاثة functions، هل دي تنفع تبقى probability mass functions على ال range أو لل value لل random variable اللي ياخد ال value اللي قدامها؟ سي مثلا functions x minus 2 over 5 للرينج للراندوم فاريبل اللي بياخد قيم 1 2 3 4 5. بالتعويض بأول قيمة الـ x بتساوي 1، بنلاقي إن الـ f small of x الفانكشن بتعويضها بالـ x بتساوي 1، بنلاقيها من negative 1 over 5، فطبعا قيمة أقل من الصفر، قيمة negative، يبقى إحنا عندنا الـ f of x اللي هي x minus 2 over 5 is not probability mass functions for x equal 1 2 3 4 5، لان لو اتغير الرينج ده او القيم دي هي ممكن تبقى probability mass function حسب قيم الاكس اللي بتعوض بيها. تاني functions، لو احنا ال functions x square over 30 for random variable القيم بتاعته 0 1 2 3 4، بالتعويض لكل قيمة من قيم ال random variable في ال functions، فبنلاقي ان كل قيمه فعلا between 0 وال 1 اتحققت او شرط، وان summation of all probability mass functions ب equal 1، يبقى فعلا دي probability mass functions. ينفع يبقى ال x square over 30 for x equal 0 1 2 3 4 is probability. لو احنا قلنا f of x تالت functions 1 over 5 دي fixed numbers، ال x عندي ب 0 1 2 3 4 5، بالتعويض بأي قيمة هيطلع برضو نفس القيمة اللي هي 1 over 5، بنلاقي إن هي طبعا between أول شرط عندنا 0 1، ممكن نقول كده كافي، لا لابد إن الشرطين يتحققوا مع بعض، لأن إن summation of all f of x more than 1، ويبقى فعلا كده not ال functions دي not probability mass functions for ال range ده. بحيث إحنا لو قلنا مثلا ممكن تبقى 1 over 5 ال functions دي، نقدر نقول تبقى probability mass functions هيها نفس القيمة بس على رينج مختلف، ال x مثلا 1 و2 و3 و4 و5. حاجة لازم نعرفها لل random variable ال cumulative distribution functions. ال cumulative distribution functions هي بتعرف بال probability لل random variable less than or equal القيمة بتاعتي، يعني أي functions cumulative distribution functions هي الاحتمال او تراكم الاحتمالات للقيمة دي وما قبلها، يعني كل الاحتمالات اللي قبل القيمة ومع بالاضافة الى احتمال الـ random variable عند هذه القيمة. فبالطبيعة بالتعريف ده بنلاقي ان دايما الـ f small الـ probability max function عند اول قيمة للـ random variable بتساوي الـ f capital الـ cumulative distribution function عند اول قيمة للـ random variable. وبنلاقي لو احنا هنقول عايزين نجيب ال f small او ال probability mass functions اللي هي احتمال ال random variable عند هذه القيمة،
هي عبارة عن الاف كابيتال اللي هي كوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشنز عند القيمة، عند هذه القيمة، ماينس الاف كابيتال اللي هي الكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشنز للقيمة التي قبلها او التي تسبقها. يعني لو خدنا الاف كابيتال للقيمة ماينس التي تسبقها، الاف كابيتال اللي تسبقها، يدينا الاف سمول. ثلاث مرات هي مرة واحدة اللي هي هيد هيد هيد، والصفر نفس الكلام في التيل تيل تيل. السي دي اف هي عبارة عن تراكم البروبابيليتي. بنبدأ بالفورم بتاعتنا بالكوميوليتيف اللي عندنا، يبدأ الاف كابيتال بتساوي صفر عند اكس اقل من اول قيمة اللي هي زيرو، وتبدأ التسلسل اللي عندي من الاكس من زيرو لواحد عند اول قيمة اللي هي واحد على تمانية، وعندما تساوي من اكبر من او بيساوي واحد واتنين طبعا من اول واحد، يبقى مجموعة الاف سمول لواحد زائد الاف سمول للزيرو تبقى اربعة على تمانية. وكذلك لما نقول بقى بعدها برضو اكس بتوين الاتنين والتلاتة، يبقى برضو بنجمع تلاتة على تمانية زائد تلاتة على تمانية زائد واحد على تمانية. وفي الاخر دايما دايما اكس عند اكبر من او بتساوي تلاتة اللي هي اخر قيمة لازم تكون، لابد ان هي تساوي واحد. طبعا برسم البروبابيليتي ماس فانكشنز والسي دي اف عشان نشوف الاختلاف، احنا بنقول عند كل قيمة البروبابيليتي ماس فانكشن لها قيم، عند كل قيمة من الراندوم فاريبل اللي هي 0 و1 و2 و3، ولكن القيم اللي هي ما بينهم لا توجد لها أي قيمة. يعني أي قيمة، يعني مثلا لو عندي هنا ب 0.5، الاف سمول 0.5 ب 0، الاف ل 1 بوينت ل 2.5 ب 0. لكن لو قلنا الكلام ده بسي دي اف اللي الهيستوجرام بتاعتها هي كونتينوسلي، فبنلاقي ان احنا عندنا لو عند اي قيمة نقدر نقول لها ان هي تقدر ليها سي دي اف. الاكس لل5 الاف كابيتال ل5 ماينس اللي قبلها اللي هي الاكس كابيتال ل3 و5 ماينس اف 3 اللي هي 1 ماينس 5 اوفر 6 تبقى 1 اوفر 6 برضو اللي هي دي. ازاي نجيب البروبابيليتي ماس فانكشنز من الجدول بنفس الطريقة بتاعت البي؟ نقدر نجيب probability x equal 5، نقدر نجيب x equal 3 1 negative 1. تالت حاجة لازم نعرفها ال expected value. ال expected value هو المين، ال average. طبعا في ال في ال statistics كان عندنا number of data ونقدر نجمعهم ونقسمهم على عددهم والكلام ده، لكن المرة دي عندنا number of random variable وال probability لكل value من ال random variable. ازاي نقدر نجيب ال expected لل numbers of random variables من ال table اللي عندنا ده؟ بمنتهى البساطة ليها rules اللي هي ال expected value او الميو. الميو ده لاتن letter، لاتن ده حرف لاتيني، هو عبارة عن expected of x اللي هو القانون بتاعه مجموع x في ال f of x summation x تايمز اف اوف اكس. كل قيمه من راندوم فاريبل نضربها في قيمه البروبابيليتي بتاعتها يديني، واجمعهم يديني الاكسبكت. لازم لخواص من الاكسبكتيشن دي او الاكسبكتد فاليو ليها خواص. يعني لو الاكسبكتد لاي كون اي كونستنت نمبر يبقى هو نفس الكونستنت نمبر. طب الكونستنت نمبر ده مضروب في اكس يبقى بيطلع بره، يبقى الكونستنت ده مضروب في الاكسبكتد اوف اكس لوحده. ولو طبقنا الاثنين دول مع بعض يطلع، وزعنا الاكسبكتد على كل واحده فيهم تبقى بالشكل اللي هو a اكسبكتد اوف اكس بلس b ده، ويساوي اكسبكتد a x بلس b كلها على بعضها. رابع حاجه وهي مرتبطه بالاكسبكتد هي الفيرينس. مرتبطه ليه بالاكسبكتد؟ لان الفيرينس في تعريفه هو الاكسبكتد لاكس ماينس ميو اول سكوير. لو جينا وزعنا الكلام ده وعملنا البروف يبقى هنلاقي ان السيجما سكوير، وده برضو رمز الفيريانس، هو عباره عن سميشن اكس سكوير في اف اوف اكس ماينس الميو سكوير. الميو اللي هو الاكسبكتد فاليو اوف اكس اللي احنا جبناه قبل كده. نفس الكلام بنلاقي ان الفيريانس برضو الخاصيه بتاعته الفيريانس لما يتوزع على كونستانت مضروب في اكس يطلع الكونستانت سكوير في السيجما. الفاريانس لاي كونستانت يساوي 0. طبعا ليها بروف برضو، بس احنا عايزين الشكل النهائي للخواص وليس اثبات. طبعا الستاندرد ديفيجن هو السكوير روت للفاريانس زي ما كان في الاستاتستكس.
ثلاثة النون ديفكتيف. ثلاثة النون ديفكتيف هما 10 على 12. طب انا خدتها without replacement يبقى يفضل 9 من ايه، من 11. طب خدت واحدة يبقى 8 من 10، ويطلع الايه النتيجة في الاخر. لو الاكس بتساوي 1 يبقى ممكن يطلع الديفكتيف الاول او التاني او التالت والباقي نون ديفكتيف. وبحساب نفس الطريقة تطبيقها، يعني هنا 2 من 12 وهنا 10 من 11 من التوتال اللي هم 10 نون ديفكتيف، ومن 9 على 10 لان انا خدت من ال 10 واحدة. نفس الكلام تاني، يبقى احنا عندنا 10 على 12 ده لان عندي 10 نون ديفكتيف على التوتال. طب عندي كام ديفكتيف؟ 2 على 11 من التوتال 11 لان احنا خدنا واحدة قبلها. كل اختيار يقلل الاختيار اللي بعديه واحدة، لان هنا without replacement باخد حاجة وما برجعهاش. طبعا هنا 9 على 10 ليه؟ لان هنا انا خدت في الاولاني واحد نون ديفكتيف، فالنون ديفكتيف قل وهكذا. فبنلاقي ان خلي بالك ان التلاتة متكررين، فاحنا ممكن ناخد واحد بس ونضربه في تلاتة وايه وكده. نفس الكلام اللي احنا عملناه في ال 1 هنعمل ال 1 هنعمله هنا في ال 2. الاكس برضو لما بيساوي 2 يبقى احنا عندنا هنا نفس الكلام برضو. بين الكونستراكت بقى، ان احنا لو احنا عملنا الكونستراكشن للبروبابيلتي ديستريبيوشن تيبل، فالفاليو للاكس 0 1 2 والبروبابيلتي لكل واحده فيهم، نقدر نجيب الاكسبكتد فاليو اللي هي السمشن اكس في الاف اوف اكس، نضرب اكس في الاف اوف اكس لكل قيمه يطلع 1 اوفر 5. نلاحظ ان دايما الاكسبكتد بتوين الرينج، ما بيطلعش ولا اكبر من الرينج ولا اقل من الرينج، لازم يبقى بتوين الرينج يعني جوه الرينج بتاعي. برضو بتطبيق السيجما سكوير لازم نجيب الاكسبكتد اكس سكوير اللي هو حاصل ضرب اكس سكوير في الاف اوف اكس، يعني 1 اوفر 0 طبعا سكوير في البروبابيلتي بتاعتها، 1 سكوير في البروبابيلتي بتاعتها، 2 سكوير في البروبابيلتي بتاعتهم والسمشن. فبيطلع ماينس طبعا 1 اوفر 4 اللي هو الاكسبكتد او الميو سكوير. وطبعا الستاندرد ديفيجن نقدر نجيبه من السكوير روت للفاريانس. لو عندنا قيم مجهولة في مسائل، القيم المجهولة دي من الراندوم فاريبل الفاليو او البروبابيليتي بتاعتها، ولكن هو بمعلومية الاكسبكتد فاليو اللي هو مديها لك 97 على 24. طبعا احنا عارفين اول معلومة عندنا ان السمشن اوف اول البروبابيليتي ماس فانكشنز ايكوال 1. بهذه المعلومة نقدر نتوصل لإجابة للبي، يعني أجمع كل الـ probability mass functions على وبعدين كل الـ probability mass functions أساويهم بواحد يطلع البي بتاعتي 9 على 24. أما عشان أقدر أجيب الـ A فبرضه أنا عارف الـ expected هو عبارة عن X في الـ F of X مجموعهم، يبقى expected اللي هو أصلا مديهوني كده given، يبقى أنا كل قيمة في البروبابيليتي بتاعتها كل قيمه من الراندوم فاريبل في البروبابيليتي بتاعتها واقدر احصل على الاي. مسائل اخرى بنفس الفكره، لو احنا مديني هنا ودي مسائل من الشيت، يعني مديك الاف كابيتال القيم، اقدر اطلع البروبابيليتي، اقدر اطلع البروبابيليتي ماس فانكشنز ازاي منها. ادي هنا الاكس عندي القيم تاخد سالب واحد واحد تلاتة خمسة، وبعد كده سالب احنا لسه حلينها برضو نفس القصة مختلفة. برضو نفس الفكرة، لو انا عندي حاجة انون انون واحدة اهي ومش مديني اكسبكتد لاني مش محتاج، انا محتاج بس اعرف ان السمشن اوف اول اف اوف اكس بتبقى بواحد، ونقدر نجيب الاكسبكتد اكس بلس 4 الفاريانس نيجاتيف 2 اكس بلس 1 والسي دي اف والبروبابيلتي لكل واحدة فيهم. يبقى انا عندي السمشن للاف اوف اكس اهي مجموعهم بيساوي واحد، اقدر اجيب الاي منها. الاكس ايكوال 3، الاكس ليس ذان اور ايكوال نيجاتيف 2، نقدر نجيبها من الاف سمول طبعا بتساوي خلاص الاف نيجاتيف 3. ولو قيمه مش موجوده في الرينج بتاع الراندوم فاريبل محدده يبقى بزيرو، وكذلك برضو نجيب اللي هي less than negative 1 و less than or equal negative 2. طبعا عشان نقدر عشان احنا بنجيب ال f small طبعا اصبحت
بالطريقة دي، الاف كابيتال، سوري الاف كابيتال لي طبعا عشان اجيب الاكسبكتد. ف ادي كده الاكس والاف اوف اكس، الاكس في الاف اوف اكس اهي، اكس سكوير في الاف اوف اكس، مجموعهم لكله بنلاقي ان الزيرو دي هي الاكسبكتد اوف اكس، طبعا استخدمها في اكسبكتد اكس بلس 4، والفاريانس نفس الكلام استخدم الاكسبكتد اكس سكوير، والبروبابيلتي اشوف القيم المحصوره ما بين القيمتين اللي عندي، القيم من الراندوم فاريبل عندي يعني نيجاتيف 1.5 و2.2 هي القيم المحصوره نيجاتيف 1 و0 و1 و2، يبقى اجمع الاربعه دول، وده اللي حصل.